خواطر ميلادية. إن الذي طأطأ السماوات وحل في العذراء يأتي ليولد بالجسد في مغارة بيت لحم كما كتب، والمانح الحياة للأطفال في الأرحام يرى طفلا، فلنستقبلنه كلنا الآن بقلوب مستقيمة فرحين. تهللي يا صهيون وتهيئي يا بيت لحم، فإن الحاوي الأشياء كلها سبق فأرسل النجم مخبرا عن تنازله الذي لا حد له، والذي ترتعد منه قوات السماوات يولد حقا من العذراء بلا استحالة، وذلك لتفرده بمحبة البشر. الأرثوذكسية منارتك في الظلام.